الاتحاد الافريقي قايمين بدورهم على اكمل وجه لخدمه الكره المصريه، خدمه الانديه المنتخبات، بيخلصوا مشاكل للانديه. هو مش عايزه مجلس الشعب في داير واحد يروح الاسم يروح يخلصه، ولا واحد يعمل مصيبه يبقى شارب بنجو واروح اطلعه. لا، هي في منظومه لازم داخل اي اتحاد. يعني انا لو انا مثلا من بني سويف او المنيا، يعني بنتمي الاثنين دول، النادي غلط المنيا او بني سويف، لعيب مش عارف عاوز يعمل ايه ولا بتاع، توقف 8 ماتشات اروح انا خفضها له 6؟ لا، لازم في لوائح وفي لا، هو ده اللوائح هي اللي تمشي، نظام ثابت، لان دي اتحاد قاري واتحاد كبير، ما يقدرش حد ان يعمل مصالح. مصالح لما يبقى فيه ظلم على المنتخب او ظلم على نادي، اوكي نشوف اللوائح وهي اللي تطبق. لما لو راينا ان هذه اللوائح لم تنفذ، اوكي هنا يتدخل الاتحاد المصري، مش بس اللي عنده الاتحاد الافريقي، لا، لان احنا مصلحه الكره المصريه على راس اولويات اتحاد الكوره، مش لازم اللي من في الاتحاد ممثل هناك، بالعكس افرض اللي في الاتحاد هناك تقاعس في حاجه معينه تضر بمصر ومصر اتظلمت فيها وتم تنفيذ شيء غير اللوائح الثابته اللي بتنفذ على كل الدول، لازم يبقى في ضخم الاتحاد المصري. كابتن عصام عبد الفتاح، نورتنا في حديثك. لا، ده انا اللي بشكرك. هل لديك اي اخبار اخرى؟ والله لما اخش بقى السجن وبقى تطلعني يعني تيجي بالحال.